طيب، في نوال بتقول عملت فرد لشعرها وشعرها بيقع جدا من اه وقتها ومش بيطول، عندها 20 سنة، تعمل ايه؟ انا مش عارفة انتي عملتي فرد بايه من اه الحاجات انا اللي اقول لك اعمل فرد بايه؟ بيمسحوا ما تقولي حضرتك، كرياتين يا وكده. اما كيراتين يا اما بروتين يا اما كولاجين يا اما بوتوكس، كلها خدع ومسميات لحاجه واحده بس اللي هو كلمات فرد الشعر. جريمه في حق نفسها على فكره. الجريمه فعلا كانت من اسبوع، واحده بعتالي بتقول لي بنتي عندها سنتين ونص، سنتين ونص، وعملت لها شعر، فردت شعرها بالكيراتين. يا خبر، قلت لها على سنتين فكره ونص. تصنف كده كرايم، جريمه، انت ارتكبتي جريمه في حق بنتك. اه والله تخيلي طفل ده هي مش عارفه ممكن تحصل ايه. طبعا بتقول لي شعرها كله وقع، طب ده اقل حاجه، طبعا. ده اقل حاجه. كريمات فرد الشعر يا جماعه في منتهى الخطوره على الصحه. وليه؟ لان فيها فورمالين. واي برودكت، اي منتج يجي من البرازيل، يجي من الحبشه، يجي من انجلترا، مكتوب عليه زيرو فورمالين، كذب باين. لازم يبقى فيه فورمالين، لان من غير فورمالين الشعر مش هيتفرد. فغلط. طيب غلط وبوظت شعرها، تعمل ايه؟ برضه تخش على صفحتي على البوست المجمع وتاخد علاج الشعر، تمشي عليه 6 شهور على الاقل عشان نصلح الجريمه اللي اتعملت. طيب، الفتي واحد.